يعني احنا كأعضاء مجلس إدارة سعداء بوجود مستر روجيريو ميكالي مدير فني للمنتخب الأولمبي الفترة اللي جاية. يمكن زي ما قلنا في المؤتمر احنا كان يعني عندنا يمكن حوالي مثلا سباقات لخمس ست مدربين على أعلى مستوى، وفي الآخر مجلس الإدارة يمكن اختار ان هو مستر ميكالي اللي يبقى موجود الفترة اللي جاية. راجل خبراته كبيرة خصوصا في المرحلة السنية دي، راجل عنده إنجازات كبيرة حققها، فضية كأس العالم مع منتخب الشباب البرازيلي، ذهبية الأولمبياد مع منتخب البرازيل، ويمكن دي كانت أول ذهبية في تاريخ البرازيل في كرة القدم. برضو وجوده في المنطقة العربية برضو فترة من الفترات سواء في السعودية أو في الإمارات، فبرضو دوت بيخليه على دراية برضو بالكرة العربية وحتى أسلوب الحياة، وده يمكن حتى أتكلم معايا فيه. أما وصل المفاوضات مع الرجل ما كانتش صعبة خالص، الراجل كان من يعني كان واضح جدا ان من اول اتصال ان هو كان حابب ان هو يبقى موجود، ما كانش بيعقد الدنيا خالص، هو الراجل كان بيسهل واحنا في نفس الوقت كنا عايزينه، فكنا احنا برضو مسهلين الموضوع. حتى يمكن مستر زيلر الايجنت بتاعه حتى راجل برضو كان بيقرب وجهات النظر جدا، واضح ان هم كانوا حابين ان هم جايين لان هم عارفين مصر وعارفين قيمه منتخب مصر. تعرفين ان احنا الفترات اللي فاتت كان منتخب الاولمبي بيدربه مدير فني مصري وكابتن شوقي غريب، بصراحه طبعا يمكن ما قصرش خالص الفتره اللي قضاها وعمل انجازات مع المراحل السنيه الصغيره الكابتن شوقي، ولكن احنا شفنا ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده الفتره الجايه للكره المصريه، وده كان باين من خلال اتفاقنا مع مستر ميكالي ان احنا عندنا طموح وهو كمان عنده نفس الطموح، ان احنا مش مجرد نوصل الاولمبياد، لا عايزين نوصل الاولمبياد وعايزين ان احنا كمان ننافس على ميداليا، لان احنا عندنا الخامه دايما بتبقى كويسه في اللعيبه، وده حتى بان الفتره الاخرانيه في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، وشفنا يعني كابتن محمود جابر والبطوله العربيه وبيلعب النهائي وبيخسر ركله جزاء ضربت في العيم ورجعت، نفس الامور بالنسبه للكابتن محمد وهبه ماشي بشكل كويس، هو ده اللي احنا عايزينه، وهو دوت من ساعه ما المجلس جه وكلفوني انا والكابتن حازم امام بالاشراف على المنتخبات اللي عندنا. طبعا اكيد احنا عايزين ننجح، والنجاح بيجي دايما من النتائج الجيده للمنتخبات، فاحنا علشان كده احنا ما بنحاول ان احنا نقدم اي حاجه. شفنا مستر روي فيتوريا من 3 اسابيع، شفنا مستر ميكالي، شفنا حتى المنظومه التحكيميه غيرناها، وجي كلاتنبرج واحد من افضل الحكام اللي كانوا موجودين في الدوري الانجليزي، والمرحله الاخيره هتكون المدير الفني لاتحاد الكوره ان شاء الله بدعمكم. احنا نتمنى ان ربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله ونرتقي بالكوره المصريه.